مرحبا، اهلا وسهلا فيكم فود ماستر. اللي ما بيعرفنا انا اسمي كريستيان طنوس. اليوم حلقه سبيشل، معنا ضيف ابصر منه هداف، يمكن ما يبين وجهه، بيستحي يبين قدام الكاميرا. وهذا الضيف رح يعلمنا كيف نعمل بانكيك، بالاحرى رح يعلمنا ويعلمكم. ف اللي مش عامل بعد سبسكرايب ينزل يعمل سبسكرايب بليز، لنضلنا نقدر نستمر ونلاقي شوية دعم، حنوصل للألف. احضروا الفيديو للآخر، اعطونا احسن لايك اذا حبيتوا الفيديو، واعطونا بالكومنت، قولولي بالكومنت اذا بتحبوا الاخبار اللي عم نعملها، شو في افكار جديدة. سو هلا حاترككم مع شاف مين؟ خلص منسميه شاف، بلا منسمي شو الاسم شاف. هلا رح تروحوا معه على المطبخ يفرجيكم شو بدنا اغراضنا نحضره وكيف منحضرها، ترجعوا لعندي. سو كفوا الفيديو للآخر احضروه، كيف نعمل بانكيك، ان شاء الله تكونوا عم تحبوا الفيديوهات، وانا بشوفكم من بعد ما يخلص البانكيكس، لأنا صراحة بلشت جوع. سو رح اترككم مع الشيف، شوفوا كيف رح يحضر البانكيك، نرجع ترجعولي بالآخر. ما تترككم ها، ما تروحوا لمحل، خليكم على تليفوناتكم، نزلوا اعملوا سبسكرايب إذا مش هني أنا عم شوفكم هلا إذا عم تعملوا أو لا، نزلوا اعملوا سبسكرايب وبشوفكم بس يخلص البانكيك. انتبهوا حالكم بالوقت، احضروا الفيديو، روحوا جيبوا شي تسلوا فيه انتوا عم تحضروا الفيديو. See you. اوكي. سو للبانكيك اللي بدنا نعمله اليوم عايزين اول شغله كبايه طحين، ثلاث ملاعق سكر، ملعقة بيكنج باودر، شوية ملح، كباية حليب، ملعقة زيت نباتي وبيضة. بعدين منجيب اللي بنخلط فيها ومنبلش نخلط اللي عملناه هون. ومنزيد لهم شوية مي اكيد، يعني تقريبا نص كباية كباية بهذا المقدار تقريبا. وهيك مثل ما شايفين خلصت معنا العجينة، اتركها ترتاح شوي تقريبا شي 10 دقايق مش اكتر ولا اقل. من بعد ال 10 دقايق بدنا نعملها على النار بتقلاية، بنحط شوية زيت بنصير نصب شوي شوي، وخلينا نرجع نشوفكم بس يخلصوا كلهم نحطهم فوق بعض لتشوفوا كيف بدنا نحضرهم. شيف ساعدنا مش انا لا تنحضر هالبانكيكس، وعملت 9 لايرز 9 طبقات للبانكيك، وحطيت توبك عليهم عسل، كل واحد بحط شو ما بده شو حسب هو شو بحب. انا شخصيا بحب العسل معهم، حطيت 9 لايرز سوري مع عسل فوقهم. جايز بس ملاحظة صغيرة، انه انا مش عامل شيء، مش دارس شيء خاصه بالطبخ ولا بالفندقية ولا بشيء، يعني الاكل هواية ولا انا بحبه. انا هلا عم بدرس جرافيك ديزاين وبشتغل بالتصوير، سو عم جرب انا وياكم الاكلات، يعني حدا يجي يقول لي ولا كريستيان ليه حرقته، اوكي غلطه وصارت لانه انا ما بعرف اطبخ، عم بتعلم انا وياكم. سو بلا كثر تحكي، اللي مش عامل سبسكرايب ينزل يعمل سبسكرايب، اعطونا لايك وخلينا ندوقهم سوا نشوف كيف طلعوا سكينتنا الشهيره. جايز المنظر كثير مشهي، يعني ما بعرف يا ريتكم معي لكل واحد ذوقه شوي، للمنظر شيء سوبر مشهي. ليكو بس
ما هقدر افرجيكم لانه عم طقت قطر، بس شوفوا والله منظر، شوفوا بس والله منظر. سو خلص وقت المزح، صار وقت ندوق 9 طبقات البان كيك مع عسل هوم ميد. لاول مره بعمل بان كيك، لنشوف شو الوضع. ما عندي شغله غير رائعة. هيدا الطعم البان كيك مع العسل قريبة على طعمة القطايف. البان كيك ما خاصة بالقطايف، بس مع العسل بتخليكم تتصدعوا بطعمة القطايف. سو بلا كتر الحكي وبلا ما نطول كثير الفيديو، هيدا كان الفيديو تبعنا لليوم. بشوفكم بالفيديو الجاي انا. تيك كير، ستي سيف، ستي هوم، بحبكم. سوري اذا عندكم افكار لفيديوهات معينة حطوا لي بالكومنت نعملها للمره الجاي واللي بعدها واللي بعدها، نخبريه شكلها مطوله. انا بشوفكم بفيديو الجاي، انتبهوا حالكم على وقتها وستي تيوند. احضروا الفيديو، سبسكرايب، لايك، شير للشانل. بعد بدنا شوي بنوصل للالف، يلا شدوا الهمه. بشوفكم بفيديو الجاي انا، بحبكم، باي.